صوفية ده المجانين. شوف دار تبقى مجنون أبقى صوفي بس، تبقى درويش شايل لك إبريق زي اللوري الهوستين ماشي. هسي البلد دي محتاجة إبريق، مواسير شغالة، بلد كلها مواسير إلا من رحم الله. دار لها إبريق ذاته ومفلفلة، مفلفل شعره ولابس خدر مرقع، الجلابية جديدة في داعي يرقعوها، مرقع بجنبه وماشي حفيان تحت خرايط في كراع، وتسوي فيه معمل بتاع كيمياء. شفتها في كراع الصوفي تحت كلها لخبة ياخذ اسم الدين والله الذي لا إله غيره. وتقول لك ده أهل الله، أهل الله الوسخان ده، تقول له ده بيبقى لك شنو؟ يقول لك لا ده الوسخان ساي وأهل الله وسخان، وأنت ما بيبقى لك، أنت مالك يا ذل تلعب بدين الله سبحانه وتعالى. طيب ده بتاع الختمية برضو، النور البراق في مدح النبي المصداق، دي كتب. والآن دارين يعملوا أسبوع بطر شكل الأسبوع ده، شوفته تمشي يتكلم هناك يقول لك أعدانا في البلد دي جابون سووا محاضرات، قالوا أعدانا في البلد دي اثنين، الوهابية والحكومة. طبعا ده خروج، لكن قال الوهابية والحكومة. نحن نجي نكشفهم يقول لك الجماعة دي بيتكلموا في الناس، والوهابية ده شنو يا مسلم؟ إذا كان انت من الدراويش وإذا كان من الفوق ديلك معقولة يا مسلم تتكلم فينا؟ نحن نجي نتكلم تكورك أمس بالعشاء في الديوان دي ذاته، منطقة قدام صوفي واحد من أخواننا الموجودين السينة دي اسمه الشازل، نحن دخلنا مساجد توزعنا، دخل مسجد لما في صوفي شبعان كذي ما أكل ما عارف عليه مربو بس شايل له عكاز، جاء قال له جاء رد على أخينا ده، واخونا جزاه الله خير اداونا ايات وحديث بين لنا التوحيد. قام اخونا قال له بعد العشاء في مناظره، مشى جاب كتب ورصاه، نحن مشينا بجلابيتنا بس وطاقيه ما قام في عمازاته، خاتنا في العربيه. المهم قلت قال لي يا اخ في مناظره، قلت له كويس، اديته رقعتين وسالت الله ومشيت. جينا للمناظره ما شافنا كذي الزول شايل عكازه وفي جامعه ونص اهله وتخين، كان قال لي كذا يمكن يوصلني رفاعة ذاته، شبعان ارجف خايف. في النهاية بعد تم كلامه والكتب قدامه، بعد ذاك أنا قمت قلت أرد عليه، جوط الجامع ده أصله ما بترد. قال لي قلت لي أنت كنت حافظ هوا شيء، أنت قريت ثلاثة آيات، الثلاثة آيات غلطت فيها، جبت لي الآية الأولى كورك، الثانية قلت لي غلطت في كذي نطقتها كذي، والآية دي في الموضع الفلاني من القرآن في السورة الفلانية وصحيح فيها كذا كورك، الثالثة جيته قلت لي لخبطتها، الآية الأولى في سورة السجدة خواض حاضر الكلام، والثانية في سورة البقرة لخبطتها، والثالثة في سورة النساء لخبطتها، جبت لي اللخبطة بتاعته والنص بتاع القرآن كان كورك. لما بتتكلموا هنا اوك جوطوها كذا يا زول وشغلوا تدفر، مرقونا برا النسوان قالوا ألا لعنة الله عليكم. قال لي يا أخي معقول يا جماعة؟ دي أمة تمشي لقدام كلام باطل وهوس ولف دوران والله الذي لا إله غيره، عاملين فيها يتكلم في الناس وذات أمس، وقال محمد عبد الوهاب، قال ابن عثيمين، وقال فلان، وقال ما دارين نجيب اسم زول وجاب ديل، تقوم انت عشان ترد يشاكلك يضربك الصوفي. ما درويش لغة فرعون، فرعون قال ذروني أقتل موسى، ما عنده حجة، شغل بتاع قوة بس، وإلى الله المشتكى. النور البراق قال تأليف ختم أهل العرفان سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني المكي، مشى مشى عليك الله. شوف الكلام ده، الكتاب ده صفحة 124-125، بقرأ لك بس جزء من الأبيات والكلام يطول لأنه عندي رسائل تانية دار أوجهها إن شاء الله تعالى، ما بنسى الليلة. طيب قال هذه القصيدة الشطحية، القرآن من أوله لآخره لاقاكم شطح، تباري الصوفية ده عندهم شطح ونطح وبلاوي. قال قالها الخليفة أحمد ابن إدريس رحمه الله على لسان أستاذه العارف بالله تعالى سيدي السيد محمد الحسن المرغني رضي الله عنه. أسمع الكلام، قال
رضوانه الأكبر الذاتي ورحمته عليه منه بإبكار وآصال. الحمد لله وهو المنعم الوالي، ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي. قدم المفعول على الفاعل. قال أنا، شوف الصوفي بيقول شنو، قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. أسمع لسا، ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي مراقبا ذاته في كل مرتقب حتى ظفرت بما راغبت في بالي فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس القالي وكل فرد على في الله مشهده وهبته شعرة من نور تمثالي. يلا شوفوا بعد ده جاب دراب كيف، شوف الكلام اللي قاله، قال شنو، قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي أنا الصراط القويم المعطى مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلالي. مشى 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 لحد ما في النهاية قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام أو المرام بلا ريب وإشكال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. كل الغيب قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. شكل المرة راحت منها ذهبات، ما شاء أبويا الشيخ القرية الذهبات، بعد شوية راحت منها غنماية، ما شاء أبويا الشيخ القلية الغنماية، غنماية بتاعت شنو؟ أصل غنماية دي راحت يا بعرفة راعي يا تيس، صح ولا ما صح؟ غنماية راحت دي بعرفة منه؟ ولا تكون عندها سخلة جديدة بتفتش لها دارة ترضع؟ اختار. الشغلة دي ما واضحة والموضوع ده ما طويل، والله الذي لا إله غيره. بعد شوية الشيخ يعمل له حركتين يقول له غنمايتك في الكوشة، وتمشي الكوشة تلقى الغنماية، والله والغنماية أصلا لما أنت تروح بتمشي وين؟ تمشي الكوشة في غنماية يكفت في الطرمة يكبوا لها بنزين، ما أصيلها بتمشي وين؟ مش الكوشة؟ تمشي الكوشة تلقى الغنماية تلحس في المربى مدتها منتهية. تعالي والله الشيخ ما قصر، الشيخ ما قصر، الشيخ بتاع غنم ذاته ماله، وكلام كثير وطويل وإلى الله المشتكى. ده بيجمع الكتاب ده النصرة العلمية ده والله جايبين فيه دراب ما يعلم به إلا الله تعالى. قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي جابه من الطبقات الكبرى من ده، قال ده قاعد في الحلقة فنزل شبح من السماء في هذه الرواية، وفي هذه الرواية قال فنزل شيخ من السماء، قال ثم صعد. أسمع القصة دي كويس، تعرف الصوفية ديل مخرفين وغشوا المسلمين، والله الذي لا إله غيره، ما في شيخ بيعلم غيب. الله قال في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولو مشيت لي دجال قلت له شوف ليه رايحة وين، انت فارقت الملة. الكلام ده قاله منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. راحت شيخ أسأل الله يرجع لك وافتح بلاغ، ديل بيمشوا بيجيبوها بيجاي بيشوفوها بيلقوها لك، ما لقوها تعوض الله بتلقاها في الآخرة، ولا ما بتلقاها تلقاها تاني مالك شنو شيخ ويجيب لي الرايحة وكالتنباه يا أخي، يجي يقول الشيخ
الشيخ بجاي قبل ايام جابوا في الجريده الشيخ عربيته سرقوها ما عرفها وين ذاته. ده بجيب في الغنم ما قادر يجيب العربات دي طاشه شبكه ولا جنو دي ما بتخش في الشغله بتاعتك عربيته راحت سرقوها والله الذي لا اله غيره. واحد في ود الفادي سمعته ايام كنت في ود الفادي 2007 سمعته بيتكلم قال واحد مشى مع صاحبه عقيدته منحرفه مشى عنده عقيده في الشيخ من بلده يا الشيخ الحقنا والشيخ افزعنا وسوي لنا ساق صاحبه مشى معه ساق صاحبه ده زول مفتح كذي لكن المهم زول عقيدته تمام لكن البوضي دار سمكرة بسيطة زول أخونا عوضنا الله. فالمهم مشى معه بعدين مسكين مشى معه الشيخ سمعه بقى تقيل ده العقيدته فيه يقول له الشيخ أمي دي أدعو لها ولا شو كلمة زي يقول له الكديسة قلت له الكديسة ما له يقول له الشيخ قلت له كذي صاحبه ده قال له هذول زولك ده التجمع ما سامعك طلعتي من البلد ديك انت هذول بتفهم كيف قال وجنبك تكورك له امي يقول لك القديسه ده في اخر الدنيا تناديه ده فاهم شنو يا جماعه والله الذي لا اله غيره زول تناديه نص الليل عربيه دار تنقلب هو يشخر نايم ولا تنادي الله اللي قال عن نفسه لا تاخذه سنه ولا نوم سنه يعني نعاس لا بنعس لا بنوم سبحانه وتعالى كله هوس ولخبطه.